هل تعلم ان فيلم كرن ارجون الفيلم المكتسح للبوكس اوفيس او الايرادات الكبيره في السينما الهنديه سنه 1995 اللي هو من طول شاروخ خان وسلمان خان وكاجول وممتا كلكرني معهم اريش بوري وراكي جولزار ومن اخراج وانتاج راكش روشن؟ هذا الفيلم كان اصلا مش من بطوله شاروخ خان ولا سلمان خان. कोई टोर है जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही है। الفيلم كان اصلا اسمه كائنات اسم الاصلي وكان من بطولة سني ديول واجي ديفغن. سني ديول في دور شاروخ خان واجي ديفغن في دور سلمان خان. طبعا مساعد المخرج في هذا العمل ما زال من البداية لنهاية ما انتهى الفيلم هو كان ريتيك روشن في هذا الفيلم، لكن لسبب ظروف ما ترك الفيلم سني ديول، عنده كانت أمور أخرى، اضطر أنه يطلع من هذا العمل وتم الاستغناء عن سني ديول واختيار ممثل آخر لهذا الدور، فتم الاختيار لشاروخ خان. وبعد ما جاء شاروخ خان في هذا العمل ترك أجي ديفغن هذا الفيلم. ليش؟ لأنه هو كان يريد دور شاروخ خان في هذه الحالة، قال ما دام تطلعت سني ديول خلاص مو مشكلة، أعطوني دور سني ديول أنا راح أدي وخلوا شاروخ خان يأدي دوري أنا، اللي هو صار دور مين؟ صار دور سلمان خان. لكن رفض المخرج هذا الموضوع، فلذلك أيضا أجي ديفغن اعتذر وطلع من الفيلم. وللعلم دور كاجول في هذا الفيلم كان لجوهي تشاولا اللي هي كانت تعمل ديوتو جميل جدا مع سني ديول، عملت أفلام كثيرة ذيك الأيام في التسعينات وأعمال يعني مهمة. سناي سني के साथ तुम कुछ ज्यादा फिल्में कर रही हो؟ हां लोगों को हमारी जोड़ी काफी पसंद है। और तुम्हें? मुझे भी काफी हैंडसम है। क्यों जलन हो रही है؟ لكن تم اختيار ممثلة أخرى في هذا العمل اللي هي تليق مع شاروخ خان اللي هي طبعا كاجول. وعلى حسب الأقاويل أن شاروخ خان هو طلب من المخرج تغيير عنوان الفيلم من كائنات إلى عنوان آخر وتم اختيار عنوان كرن أرجون. وهل تعلم أن دور ممتا كلكرني في هذا الفيلم كان لصالح الفنانة نغمة؟ لكن بعد ما طلع أجي ديفغن ونغمة يعني طبعا كان مجرد اسم مكتوب على الورق، تم مسح هذا الاسم واختيار ممتا كلكرني علشان تكون هي مع سلمان خان في هذا الفيلم. وطبعا شو صار في هذا الفيلم؟ حصل على عدد كبير من الأرقام الخيالية من البوكس أوفيس. أتذكر الفيلم من نزل في السينما في سنة 95 كان بداية أول أسبوع لم تكن هناك أرقام قوية في الشاشات أو على البوكس أوفيس في هذا الفيلم، لكن بعد أسبوع أنا قريت في جريدة كبيرة اسمها إسكرين الفيلم يحطم أرقام قياسية في الإيرادات، وبالفعل جاب إيرادات قوية وما كان حد يعني يتخيل هذا الشيء، خاصة القصص من هذه النوعية كانوا يقولون هالقصص انتهت مع أيام الثمانينات اللي هي قصة إعادة الشخصية مرة أخرى بعد ما يموت أو شيء من هذا القبيل. لكن الفيلم جاب عوائد كبيرة جدا ونجح نجاح ساحق على البوكس أوفيس وكان ذو فائدة كبيرة بشكل خاص لسلمان خان أكثر عن شاروخ خان، لأن كان سلمان خان نوعا ما محتاج أنه يكون عنده فيلم أكشن وفيلم مختلف عن الأفلام الرومانسية مثل فيلم هاما أب كيكون ولا ميني بيركا أنه ينجح على البوكس أوفيس، وهذا الفيلم نجح نجاح كبير جدا في البوكس أوفيس. और तेरे इस परिवार को भी मौत के नाम कर दूंगा। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भंगड़ा पाले, आजा आजा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे। مستمر معاكم إن شاء الله وراح نشوف حلقات جديدة وحكايات جديدة عن عالم بوليوود، شو اللي صار وهل تعلم؟ قريبا إن شاء الله. لا تنسوا سبسكرايب ولايك شير حق القناة وادعموني دائما وأبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.